اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده حاب ان هي تكون لها مذاق خاص وطعم تاني. هي نفس المكونات، ربنا سبحانه وتعالى عادل في الحاجات اللي بيديها لنا حلوه نستمتع بيها. معانا شويه لحمه ضاني حلوين ملبسه، حته اللحمه فيها نسبه دهون من 30 ل 40%. هنعمل النهارده طاجن اللحم بالكاري، ده عايز شويه رز ابيض كده والواحد يكون قاعد نفسه ياكل حاجه فيها صوص كاري، وخاصه لما نخدم عليه كويس بالصور كريم بالزبادي بجوز الهند، والاكله دي طبعا جذورها بترجع للمطبخ الهندي. معانا ورق عنب النهارده، لازم اعمل حله ورق عنب عشان ارضي جوزي. بالعكس، انا هخليك تعملي النهارده ورق عنب سلطه لطيفه وجميله بزيت الزيتون مع البرغل، نفس الطعم اللي لو كنت عاملاه محشي ورق العنب. هنعمله النهارده بتكنيك عالي جدا، هياخد عصير الليمون وياخد دبس الرمان وزيت الزيتون، حاجه لطيفه. وانا هستخدم طبعا البرغل بدل الرز لو احنا بنحشي ورق العنب. معانا النهارده طبق مقبلات لطيف وجميل، مش كل يوم لازم يكون فيه طرشه على السفره، املاح كتيره ومش عارفين المصدر بتاعه، فانا عايزك تعملها على السفره بتاعتك شويه طبق طماطم بالزيتون الاخضر او الزيتون الاسود مع التوابل اللطيفه الجميله. تعالوا مع بعض نعمل الورق العنب سلطه مش محشي. ما عنديش وقت اعمل محشي، انا بشتغل وهو بيشتغل وبروح الشغل كل يوم، والراجل ده في اليوم والتاني يقول لي ماما عامله لنا ورق عنب، اكلت مع صاحبي ورق عنب، فانا برضو عايز ارضيه واعمل له ورق عنب، بس اعمله له بطريقه حديثه. اعمل ايه؟ نفس المكونات بتاعت الورق العنب، ورق عنب، برغل مغسول وناعم معايا، معانا توم، زيت زيتون، عصير ليمون، دي المكونات، بهار حلو، دبس الرمان، بس خلاص. بصلايه ناعمه ماشي، طماطميه ناعمه ماشي، وهنعمل احلى سلطه دلوقتي، سلطه الورق العنب بالبرغل، وهنزينها ونقدمها مع الرمان المفصص الجميل. حلو الكلام؟ اه. المقادير على الشاشه صورتيها كتبتيها كده، ريحت نفسك زي الفل تمام. تعالوا نعملها مع بعض سريعا. يا نعم، السكينه بتاعتك تسنيها، سنيت السكينه بمستحد مش لعبه اي حد، تمسحها منديل عشان نتيجه الاحتكاك المعادل مع بعضيها بالشكل ده كده عشان نخسر حاجه، وتهدي كده في مطبخك وتبقى يعني ايه فتره هدنه كده زي ما انا شغال دلوقتي. اه، واشيل الكاري من قدامي بدل ما اغلط واحطه في قلب الورق العنب هيبوظ الدنيا. ومعايا الرمان ومعايا البرغل ومعايا توم ومعايا بقدونس زي الفل. وناخد الورق العنب ده يا عم الشيف زي ما هو كده، واعلمك ازاي تفرم الورق العنب ده تحت السكينه زي الشعره. شوف اهو، حلو اهو. ورق العنب جبناه من برطمان سلقناه، ايا كان الموضوع هنلفه بايدينا كده رولز زي الساندوتش، والسكينه تكون حاميه، ونمسك الورق العنب كده. اه اه، سكينه نازله تتناغم. اه شفت الفرمه دي؟ اه الله، الصوت جميل جدا. اه صوت نغم. اه حلو، شايفين الورق العنب؟ اه اه، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اه خلصت. سكينه تكون حاميه، سكينه عريضه، اه ما ينفعش تقطعي الحاجات دي بسكينه رفيعه. هي ايه الفرق بين الاتنين يا شيف؟ والله العظيم انا ما بسيب حاجه الا واتكلم عنها. يعني سكينه زي دي ما ينفعش اقطع بيها اللي انا قطعته. اه، سكينتين جنب بعض يا عمور والنبي الله يرضى عليك. اه السكينه والمستحد. اه حلو. اه زي الفل، لازم سكينه تكون عريضه. ادي الورق العنب قطعناه، وعلى نفس البلانشه ما تغسلهاش ولا اي حاجه، ممكن تمسحها منديل كده زي الفل علشان الفلاسفه، ونقطع كده زي الفل تمام. هنبشر دلوقتي ايه طماطميه حلوه نقطعها ناعمه، هعلمك ازاي برضو تقطعي الطماطم على ورق العنب او على التبوله، لان مدرسه تقطيع الطماطم لسلطه التبوله غير لما نقطعها في اي حاجه تانيه خالص. اه باخد الطماطميه دي كده حلو، واخد كمان واحده. لما تيجي تقطعي الطماطم في التبوله بنفس الطريقه دي كده، نمسك الطماطم بعد ما قطعناها كده نفرمها بقى بسكينه كده، دي بلاشها. اه تحت ايدي كده. اه رفيع ناعمه. اه فرمه الطماطم للتبوله، فرمه الطماطم لسلطه الورق العنب. اه لازم تكون كريهات صغيره كده. اه سمسمه. اه يا سمسمه. اه اول نشيل الجلد منها علشان او البطنيه او قلبها علشان ما تعمليش صوص طماطم او تصيص للسلطه بتاعتي، يعني السلطه دي ما ينفعش فيها قلب الطماطم سواء التبوله سواء ورق العنب. اه شفت الطماطم اتقطعت ازاي؟ اللهم صل على النبي، سمي بسم الله. اه
ناخد الطماطم دي يا عم الشيف زي ما هي كده. اللهم صل على هنا. اه معلش شويه دول ناخدهم نحطهم هنا كده. اه زي الفل. بلانشيتك تكون نظيفه علشان الحاجه اللي تقع تحطيها على ايه الحاجه. اه تمام. طب نكمل مع بعض السلطه دي عشان عايزك تعمليها النهارده لاولادك ولجوزك، وتقولوا له موضوع الورق العنب مش لازم اقعد لي ساعتين ثلاثه اربعه الف ورق عنب، في خمس دقايق عملت لك ورق عنب اهوت بنفس المكونات. حلو الكلام؟ اه. هعمل ايه يا شيف؟ دبس الرمان. اه حلو قوي. فص توم حلو كده بلدي. اه ده طعم. شويه بقدونس مفرومين. الله. اه بصلايه مفرومه ناعمه. الله. اه زيت زيتون اهو. السلطه دي جميله جدا، وسلام لما تقعد في الثلاجه يومين ثلاثه تاكل صوابعك وراها. عامل زي اليالنجي. هتقولي لي ايه اليالنجي؟ تفسير اللغز ده ورق عنب بالزيت. يعني ايه ورق عنب بالزيت؟ يعني ورق عنب من غير لحمه. الحشوه بتاعته بقدونس ورز وطماطم، نفس الخلطه دي. حلو الكلام؟ شفنا ازاي وصلنا للي احنا عايزينه. هنحط شويه في الملح لطاف كده، ولو سلق الورق العنب في الملح اعملوا كنترول. عصير ليمون. اه والورق العنب يتنه غرقان في الصلصه دي يا عم الشيف، احطها في الثلاجه زي ما هي كده ساعه زمن واغرفيها. والله العظيم وانت بتاكليها لازم تاكلي صوابعك وراها. يعني فكره ان احنا ناكل صوابعنا وراها، يعني دايما الواحد لما بياكل اكله حلوه او حاجه حلوه بياكلها بايديه يعني، فبعد ما ياكلها كده تلاقيه يعني عايز كل شويه ياكل بايديه تاني. هو دي فكره ياكل صوابع وراها. انما لو كل اكله هناكل صوابعنا وراها ده بعد ثلاث اربع اكلات مش هنلاقي صوابع في ايدينا خالص. اضحكوا انا عارف. ها ما انا لازم اهزر عشان في عفريت في البيت. الريموت كنترول بتاعنا ده انا عايزك تبعديه خالص عن ايدك وقت ما انا شغال. شويه برغل. اه لا ما ينفعش. بيقول لي ينفع نحط رز؟ الرز ده لو هنحشيه، لو نعمله محشي، انما البرغل لو هنعمله سلطه. اه سلطه الورق العنب وحقوق الطبع لدينا وبس بالبرغل مدرسه المغازي اهو. سلطه لطيفه وجميله، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، كل حاجه هنا لها فايده. نغرفها ازاي مع بعض؟ لوحه فنيه. شيل كل ده من هنا ونروق الدنيا. ما دي الكاري مش قلقان من ناحيته خالص، نارت هاديه عليه خالص وزي الفل. كل القصه ان انا هغرفه بس. اه بس انا عايز اعرف عايز اغرف الطبق السلطه ده بشكل حلو. معانا رمان يا رب يطلع حلو، لان لسه الرمان في بشايره، فممكن تفتح حبات رمان تلاقيها لسه ما احمرتش قوي، فان شاء الله ده يطلع معانا زي الفل. البلانشه بتاعتنا رايقه وفايقه، ونجيب طبق حلو كده عشان نغرف فيه الورق العنب بتاعنا زي الفل. ترويق مطبخك اهم حاجه، خلي بالك. الطبق ده حلو قوي. اللهم صل على النبي. تعالى يا باشا. ايه رايك نطلع فاصل ولا نغرف الورق العنب؟ عشان انا عايز اغرفه بمزاج. دايما بقول لكل الساده المشاهدين لما بتيجي سيره السلطه، السلطه لوحه فنيه بمثابه انك انت بتطلعي كل الطاقه الايجابيه اللي جواكي واللحظات الجميله وحبك لاولادك واسرتك في غرف الطبق. ورده حلوه بتحطها على الطبق، دي بتبقى رساله لجوزك ولكل ضيوفك ان انا بعمل الحاجه بحب. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف اللحظات الأخيرة إن إحنا نقدم إزاي طبق سلطة لطيف وجميل، سلطة الورق العنب بالبرغل. معايا رمان لا حمرا مرزة زي ما هي كده، هعلمك ازاي برضو تطلعي الرمان من حبات الرمان او من الجلد بتاعها بالشكل ده كده. عايز انا شويه رمان حلوين، باخد الرمان ده يا عم الشيف ازين بيه الطبق بتاعي. كل ده والكاري على النار. انا عايز بس من فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي اللي انا بحبهم، نجيب الكاري وهو بيغني
بينسجم مع الصلصة بتاعته مع الخضار. هضرب فيه دلوقتي المغرفة بتاعتي ونشوف نغرفه ازاي مع بعض مع شوية رز أبيض حلوين زي الفل. حبيت الرمان التانية اللي بالك احنا بنشيل الرمان، يعني الرمان ده لو مستوي دلوقتي هتلاقي ضربة والتانية نزل من قلب الايه؟ من قلب حبات الرمان. دي طريقة سريعة وسهلة عشان ايه؟ حبوب الرمان الجميلة الحلوة دي نحتويها. ناخد الرمان ده كده. يلا يلا هو ده. ده يا شيف تستاهل والله. حموده بقى والمزازه بتاعت الرمان مع ورق العنب مع عصير الليمون مع زيت الزيتون مع البهار الحلو، لطيفه وجميله. شيل كل ده من هنا وتعالوا نغرف مع بعض الكاري بتاعنا عشان معانا طبق سلطه عايزين نعمله بمزاج، اللي هي سلطه الطماطم المتبله او مقبلات الطماطم بالزيتون الاخضر. شوف الشيف المغازه يعملها ازاي دي كمان. اكيد في تركية جديده. شوف ملاحظين ان انا ايدي في النظافه، مش علشان الشاشه والله، انا متعود على كده، هو ده تعود. عملنا النهارده طاجن الدجاج، طاجن اللحم بالكاري، شفنا عملناه مع بعض ازاي. التست بتاعه جه منين؟ من جوز الهند اللي دوبناها مع معلية من النشا في قلب الميه وحطيناهم في الاخر. معانا طبق سلطه جامد جدا فيه كل العناصر الغذائيه والقيمه الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم، بدايه من الطماطم والرمان مفيد جدا، ورق العنب، عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم، النعناع، البقدونس، البرغل منتج من البقوليات. معانا الطماطم جميله نوع من انواع المقبلات على السفره، بيغريك انك تروح محل الترشي، ما تجيبش ترشي لاولادك في ملح زياده وما تعرفيش المصدر بتاعه. عدل السفره بتاعت شويه رز ابيض حلوين زي الفل بيتكلموا مصري مع طاجن الكاري، اكيد طبعا فينا انسجام لطيف وجميل. يعني نقول مع بعض بصوت عالي وبشكر حضراتكم الكلام الطيب الحلو اللي بسمعه من كل السادة المشاهدين من كل المحافظات، بصراحة بيخليني أذاكر طول ما أنا قاعد علشان أقدم لكم الحاجة الحلوة، أذاكر من جوايا، أذاكر جوا نفسي، أتحدى نفسي من جوايا، أنا مش بتحدى حد، أنا دايماً أتحدى نفسي من داخلي عشان أعمل حاجة حلوة، ولما بتحدى نفسي بقى أطلع حاجة حلوة. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.